نتكلم في كذا حته بقى كمان، يعني عن الرؤيه. يعني دايما بص بنتكلم في ساعات كتير عن الماضي عن خليني الماضي. اكمل لك بقى برضو عشان اقول لك احنا اكبر قاره ارضيه ليه، وهنفضل نقرر احنا اكبر قاره ارضيه دي. بجانب التطوير الرياضي اللي بيشهده النادي، انت كمان عندك دور لخدمه المجتمع. نادي الزمالك دايما رائد في الحته دي، ففي مجموعه من المبادرات اللي مجلس الاداره هيعلنها قريب جدا، زي مبادره تنميه الرياضه في المناطق الاكثر احتياجا. دي مبادره مهمه جدا عشان الرياضه تنمى واكتشاف المواهب. دي مبادره، والمبادرات انا هقول لك على مجموعه مبادرات مجلس الاداره شغال فيها دلوقتي، مهمه جدا جدا جدا، هتوريك الدور الرياضي لنادي الزمالك، وكمان بتعيد صياغه شكل شركاء الاعمال. احنا ما بنقولش رعاه، احنا بنقول شركاء الاعمال، لان اللي بيجي يشتغل مع نادي الزمالك هو شايف اتز وين وين سيتويشن بالنسبه له نادي الزمالك، فهو عارف انه لما يعلن منتجه مع نادي الزمالك هو ليه مردود ايجابي من الجماهيريه العريضه لجماهير نادي الزمالك. فعشان كده احنا مش بنقول رعاه، لكن بنقول شركاء الاعمال. ففي المرحله الجايه احنا هيكون معانا شركاء اعمال من نوع جديد، ومعظم المبادرات دي لخدمه المجتمع. فعندنا مبادره تنميه الرياضه في الاكثر المناطق احتياجا، ودي مبادره مهمه ومتوافقه مع مبادرات الدوله. عندنا مبادره تانية بنكمل فيها اللي هي مبادره الحفاظ على الصحه العامه، ان احنا كمان هنعمل مبادره للرياضه للجميع. يعني زي احنا عندنا في نوعين من الرياضه، التنفسيه القمية ورياضه للجميع. فالزمالك هيعمل عدد من المبادرات للرياضه، العقل السليم في الجسم السليم، وهو ده نادي الزمالك متبني ومجلس اداره متبني كده. فهيعمل مجموعه من المبادرات، وهيبقى في اكتر من ماراثون، ماراثون للسيدات وماراثون لكبار العمر. عندنا كمان يعني يستعيد دوره تاني نادي الزمالك. عندنا كمان مبادرات لايه؟ لذوي الاحتياجات او قدرون باختلاف، في مبادره كبيره مجلس الاداره هيعلن عنها. في كمان مبادرات ثقافيه بالاشتراك مع دار الاوبرا لاكتشاف المواهب الفنيه والمواهب الثقافيه. في مبادره كمان مع المعهد الفني، المعهد العالي للفنون المسرحيه، لاحياء مسرح نادي الزمالك اللي طلع فنانين كتير قبل كده، فدي موجودة، واكتشاف برضو مواهب من أبناء النادي العاملين فنيا وكل حاجة. مبادرة مفتوحة على للبلد كلها، دي مبادرات مهمة. كمان نادي الزمالك بيقود مبادرة مهمة في الجرينز، في الخضار أو الجو جرين، الحفاظ على البيئة. يعني الحفاظ على البيئة، فهيبقى عندنا مبادرة لإعادة تدوير المخلفات اللي بتطلع من نادي الزمالك بشكل جديد من الحفاظ على البيئة. وعلى فكرة لما كان في فترة انقطاع التيار الكهربائي، نادي الزمالك شارك في حملة وفر، وكان بيخفض 50% من الأحمال الكهربائية في النادي، وبيخفف الإضاءات مشاركة، بس ما أعلناش عنها. ففي العديد من الأنشطة والمبادرات استكمالا للدور الريادي بتاع نادي الزمالك في الرياضة، واستكمالا للدور الرياضي لنادي الزمالك في خدمه المجتمع وخدمه بلدنا لاكتشاف مواهب. وعوده الكشافين اللي هينزلوا ويشوفوا، مش المتاجره باكاديميات، لا، احنا في جزء، احنا قلنا ان احنا عندنا جزء مهم جدا الا وهو الرياضه القوميه وتطويرها والرياضه للجميع. بس مش هننسى، انت عندك 100,000 عضو في النادي، عدد الشباب اللي فيهم كتير، هتستوعبهم ازاي عشان تطلع كمان شاب منتج صالح للمجتمع؟ وده دور الانديه. ده ياخدني لحته ثانيه بقى انشائيا. فرع اكتوبر، ما انا عندي 100,000 عضو، اعتقد ان انا محتاج اطمن على البدايه. ده ملف بصراحه بيدار بامتياز من جانب المهندس هشام نصر مع الكابتن حسين لبيب، وهيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا. في اخبار حلوه يعني قريب؟ اكيد اكيد اكيد, أكيد. بس خلي بالك المجلس، وده عاده كابتن حسين، انا هقول حسين عشان انت عارف كابتن حسين ما بيحبش الالقاب وبتاع، وهقول حاجه انا قلتها قبل كده. انا ابتديت حياتي في شركه كابتن حسين لبيب بقى من زمان، او اشتغلت معاه 3 سنين قبل ما اروح اكمل الكارير بتاعي في الشركات اللي انا اشتغل فيها. كان عبد المقصود
ده كان الساعي بتاع كابتن حسين. كان بيقول لحسين يا حسين، حسين انا عايز سيجاره. هو ده حسين لبيب، داون تو ايرث. حسين لبيب كاتب على الكارت بتاعه حسين لبيب، لا كاتب بقى رئيس مجلس اداره ولا مهندس ولا محاسب وبتاع، حتى عشان لما افضل اقول كابتن حسين حاسب حاسس ان هتلخبط، اقول كابتن حسن صقر، لان الكابتن حسن دايما بنقول له كابتن حسن، حسين بنقول له، وده يعني ده حسين لبيب. ف هو الحقيقه بيبان في تصرفاته، هو بسيط وتلقائي جدا جدا.